فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأيضا ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عياش بن عباس عن أبي الحسين يعني الهيثم بن شفي قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له ريحانة. قال الشارح: أبو ريحانة من الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو الحسين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا. قال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر والوشم والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل بأسفل ثوب ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبة وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. وفي رواية عن أبي ريحانة قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. قال: هذا حديث محفوظ من حديث عياش بن عباس رواه عنه المفضل بن فضالة وحيوة بن شريح المصري ويحيى بن أيوب، وكل منهم ثقة، وذكر رجال السند. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا حديث يشتمل على عدة أمور منهي عنها، والشاهد منه أنه نهى عن الحرير في أسفل الثوب لئلا يتشبه المسلم بغير المسلمين، ولكننا نأتي على الحديث فقرة فقرة. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر. نهى عن الوشر، والوشر المراد به وشر الأسنان، لأجل وهو ما يسمى بالتفلج للزينة، فلا يجوز أن يعبث بالأسنان وأن يجعل بينها فتحات بالميشار لأجل الزينة. وأما إذا احتاج الأمر إلى علاج بأن تكون الأسنان غير مستقيمة أو فيها خلل فتعالج لأجل أن تستقيم فلا مانع، فإذا كان هذا من باب التزين فهو حرام، إذا كان من باب العلاج فلا بأس به. نعم. والوشم، والوشم هو أن يغرز الرجل أو المرأة إبرة أو يبضع الجلد بمبضع حتى يخرج الدم، ثم يذر فيه من مادة سوداء كالكحل ونحوه حتى يبقى رسما على جسمه، وهذا من أمور الجاهلية لأنه من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، ولعن المتفلجات للحسن. نعم. والنتف، نعم، النتف يراد به ما يمنع أخذه من النتف، ما يمنع أخذه من الشعور، كنتف الشيب مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب ونتف شيء من اللحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفيرها. ونتف المرأة لحواجبها وهو ما يسمى بالنمص، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. نعم. صبغ شعر الحواجب يدخل في شعر صبغ الرأس، تغيير يدخل في تغيير خلق الله، لا تصبغ الحواجب وإنما تترك على خلقتها ولا يتعرض لها، والصبغ هذا يسمى بالتشقير. نعم. يسمى بالتشقير، وقد صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة بتحريمه لأنه تغيير لخلق الله. نعم. إذن هذا يدخل في عمليات التجميل، تخصص لها عيادات وإعلانات. التجميل على نوعين: تجميل من باب العلاج، إزالة شين أو تشويه، هذا لا بأس به، أما الشيء المعتدل والشيء الذي ليس فيه عيب ثم يعبث به من باب يسمونه التجميل، فهذا في الحقيقة من تغيير خلق الله، وهو من التشويه وليس من التجميل. نعم. لكنه محرم. نعم، إذا كان ليس من باب العلاج فهو محرم، لأنه من تغيير خلق الله بغير مبرر شرعي. نعم. السلام عليكم. قال: وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار. المكامعة المراد بها تجرد من الملابس، أن يتجرد الرجل
الرجلان من ملابسهما ويكون تحت غطاء واحد، أو المرأتين تحت غطاء واحد، والشعار معناه ما يكون على الجلد من الستر ومن الثوب. نعم. وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، هذا هو محل الشاهد، وهو أن يجعل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم. وسيبين الشيخ رحمه الله في قريبا أن اليسير من الحرير رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم علما في الثوب، لكن المنهي عنه يكون على شكل ما تفعله الأعاجم. أما إذا كان على غير شكل ما تفعله الأعاجم كالطراز في الثوب في الجيب أو في الأكمام هذا لا بأس، أو في البشت هذا لا بأس به في حدود 4 أصابع فأقل. نعم. أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم. نعم، إما أن يجعل الحرير في أسفل الثوب وإما أن يجعله في أعلاه على كتفه، المهم أن يكون ذلك على صفة ما يفعله الأعاجم. نعم. وعن النهبة، عن النهبة في والنهبة أن ينثر مال مثلا، ويقال من شاء أن ينتهب، فهذا من باب العبث وإضاعة المال. نعم. وركوب النمور، ركوب النمور يعني جلود النمور، أنه يعني نهي عن جلود السباع وافتراشها واستعمالها. نعم. ولبوس الخاتم، لبوس الخاتم المراد به الخاتم من الذهب، وأما الخاتم من الفضة. نعم. والخاتم من غير الفضة مما ليس بذهب وليس فيه ذهب فلا مانع من ذلك، قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة. نعم. قال إلا لذي سلطان، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان، إلا لذي سلطان المراد بذلك ما ينقش على الخاتم من الكتابة الرسمية لئلا يغرر بالناس ويشبه عليهم أن هذا ختم السلطان. نعم. قوله الشيخ ركوب النمور، أحيانا بعض الأحذية فيها جلود حيوانات ليست من السباع، أرانب، قطط، إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ودبغ فلا بأس كما سبق. نعم. قال وفي رواية عن أبي ريحانة وذكر الحديث. نعم. قال وكل منهم يعني طريق آخر للحديث. نعم. ما يقويه. نعم. وكل منهم ثقة، وعياش بن عباس روى له مسلم، وقال يحيى بن معين ثقة، وقال أبو حاتم صالح، وأما أبو الحسين الهيثم بن شفي قال الدارقطني شفي بفتح الشين وتخفيف الياء، وأكثر محدثين يقولون شفي وهو غلط، وأبو عامر الحجري، فشيخان قد روى عن كل واحد منهما أكثر من واحد وهما من الشيوخ القدماء. وهذا الحديث قد أشكل على أكثر الفقهاء من جهة أن يسير الحديث، أن يسير الحرير قد دل على جوازه نصوص متعددة ويتوجه تحريمه على هذا الأصل، وهو أن يكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كره أن يجعل الرجل على أسفل ثيابه أو على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، فيكون المنهي عنه نوعا كان شعارا للأعاجم فنهى عنه لذلك لا لكونه حريرا، فإنه لو كان النهي عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله ولم يخص هذين الموضعين، ولهذا قال فيه مثل الأعاجم. هذا الكلام من الشيخ فيه مسألة، المسألة الأولى توثيق سند الحديث. نعم. والمسألة الثانية في بيان معناه، وهو الجواب عن الإشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العلم من الحرير مقدار 4 أصابع فأقل، وهنا نهى عنه واعتبره من تشبه بالأعاجم، قد نهينا عن التشبه بالأعاجم، فالشيخ يوجه هذا بأن المراد استعمال الحرير على شكل يتخذه الأعاجم خاصا بهم، وأما ما خالف فيه الأعاجم فلا بأس به في حدود ما رخص فيه صلى الله عليه وسلم من العلم في الثوب. نعم. الترخيص في قليل الحرير قد يؤخذ منه ما يقول بعض الناس بالترخيص في قليل الربا؟ لا، هذا الشيء وهذا الشيء، الربا لا يباح منه لا قليل ولا كثير، أما الحرير، الحرير أبيح للنساء وأبيح للرجال عند الحاجة، أما الربا فلم يباح في حال من الأحوال.